يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة طبعا عندنا أخبار عديدة النهاردة، سواء أخبار تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبعض الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي، وأيضا بعض الأخبار المتواجدة على الساحة المحلية وأيضا الساحة العالمية بكل تأكيد. فبالتالي كالعادة لازم نبتدي بأخبار النادي الأهلي، وده الطبيعي بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي اللي بيبقى حريص بشكل كبير على متابعة كل ما هو جديد يخص النادي الأهلي بشكل عام. طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين أو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة دي بيستعد بكل قوة للموسم الجديد، بيستعد بشكل جيد جدا عشان يقدر إن شاء الله يؤدي بشكل جيد في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها أو اللي هيستكملها، طبعا بما فيها بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي إحدى البطولات المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره أكيد. فبالتالي استعداد قوي بالنسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، وأيضا اللي بيساعده الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. استعدادات قوية جدا إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الحالية. احنا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي فترة الإعداد ابتداها من خلال مرحلتين ناقص المرحلة الثالثة اللي هتكون في معسكر خارجي، هنقول كل تفاصيله كمان دقايق قليلة. المرحلة الأولى كانت مع بداية تولي الكابتن محمد يوسف قبل مجيء مستر باتريس كارتيرون، المرحلة الثانية واللي انتهت أول أمس بمباراة ودية ما بين الأهلي وفاركو اللي كانت بتقام في مدينة الإسكندرية وبتحديد في برج العرب والملعب الفرعي لاستاد برج العرب، والمباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وأكيد كان استعداد قوي بالنسبة للنادي الأهلي. ناقص المرحلة الأخيرة، ودي المرحلة اللي هتكون أكثر أهمية بالنسبة للفريق بالنسبة للجهاز الفني إن شاء الله في إطار الاستعداد للموسم الجديد. تفاصيل المرحلة الأخيرة وآخر كلام يخص المعسكر الخارجي بالنسبة للنادي الأهلي، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة بالنسبة للفريق في إطار استعداده للموسم الجديد. يمكن إحنا كنا انفردنا قبل كده وكلمنا وقلنا النادي الأهلي هيكون عنده معسكر خارجي، وقلنا بالتحديد أنه هو هيكون في أوكرانيا، لكن تم تعديل البرنامج الخاص بالمعسكر الخارجي، اللي هيبتدي ان شاء الله من يوم الاثنين. يوم الاثنين هو هتكون رحله الطيران الخاصه بفريق النادي الاهلي. خليني اقول لكم التفاصيل بالظبط. الفريق ان شاء الله هيتحرك يوم الاثنين القادم، تحديد يوم 2 من شهر 7 القادم من مطار القاهره ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء في اتجاهه لسلوفينيا. الرحله هتستغرق طبعا حوالي 4 ساعات، هيوصل الفريق ان شاء الله لسلوفينيا، وهيتم طبعا اخذ اتوبيس خاص بالنسبه لفريق النادي الاهلي في اتجاهه لحدود كرواتيا، وده المكان اللي هيكون فيه المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي. الاتوبيس ده هيكل فريق النادي الاهلي حوالي 2 ساعة بالظبط. احنا عارفين طبعا في اوروبا المسافات كلها يمكن قريبه جدا، فبالتالي الفريق هيوصل سلوفينيا ان شاء الله بعد الوصول لسلوفينيا هيتم التحرك في الاتجاه لكرواتيا، وبالتحديد المعسكر هيكون على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، لكن هو يعتبر داخل دولة كرواتيا عشان يبتدي النادي الأهلي إن شاء الله المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد، واللي هيتخللها بالمناسبة مباراتين وديتين، مباراة هتكون يوم 5 ومباراة أخرى هتكون يوم 9، وينتهي المعسكر إن شاء الله يوم 10 اللي هيوصل فيه الفريق للقاهرة عشان يواصل إن شاء الله فور وصوله استعداداته القوية لأولى مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق تاونشيب البتسواني، واللي هتكون إن شاء الله في استاد برج العرب يوم 17 من الشهر المقبل. فبالتالي معسكر خارجي، معسكر هيكون مهم جدا. التعديلات اللي قلت لحضراتكم عليها دي تعديلات، يمكن الجهاز الفني فضل ان يكون المعسكر في كرواتيا عشان المكان هناك يمكن انسب بالنسبه لهم عشان يكون المعسكر لائق بالنسبه للفريق ويستعد من خلاله بكل قوه ان شاء الله للموسم الجديد. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق في المعسكر ده، نتمنى لمستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف كل التوفيق في اختيار العناصر اللي هتكون أساسية بالنسبة للنادي الأهلي في مباراتي تاونشيب، واحنا عارفين يعني يمكن الموقف بالنسبة للنادي الأهلي صعب شوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اتعادلنا في أول مباراة وخسرنا المباراة الثانية، فالموقف شوية بالنسبة للنادي الأهلي صعب، لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني هيكونوا عند الموعد وإن شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف
ويفوزوا في المباراتين. مهم جدا النادي الاهلي يفوز في اول مباراه ان شاء الله على ارضنا ووسط جمهورنا ان شاء الله اللي هيكون حاضر في هذه المباراه، يحصد 3 نقاط عشان تضاف للنقطه اللي عند النادي الاهلي يوصل ل7 نقاط، يفوز ايضا في مباراه العوده امام فريق تاونشيب، وخصوصا ان هو فريق يعني مش صعب قوي ان شاء الله يكون في متناول. لو النادي الاهلي قدر انه يفوز في مباراه العوده ان شاء الله يرجع للبطوله بشكل كبير جدا، هيبقى عنده 7 نقاط. الترجي ايضا هيكون عنده مباريات قويه، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وخصوصا ان احنا زي ما عارفين ومتعودين دايما ان النادي الاهلي الهدف الاساسي بالنسبه له هي بطوله دوري ابطال افريقيا. بطوله الدوري احنا دايما متعودين عليها، وبالنسبه لنا النادي الاهلي دايما بيحققها بشكل كبير جدا في مختلف المواسم اللي بيشارك فيها، لكن الاهم بطوله دوري ابطال افريقيا، وده التركيز الكبير جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، والانتظار كبير جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي عشان تعود هذه البطوله لدولاب بطولات النادي الاهلي من جديد بعد فتره غياب يمكن حوالي 5 مواسم بالنسبة للنادي الأهلي. آخر مرة حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا كان في 2013، والمباراة الشهيرة اللي قدر النادي الأهلي يفوز من خلالها أو يفوز بهذه البطولة على حساب فريق أورلاندو الجنوب أفريقي. وبالمناسبة كان بيتولى المسؤولية ساعتها كابتن محمد يوسف، كان مدير فني لكن هو دلوقتي متواجد كمدرب عام، وأكيد مدرب ذو خبرات وقيمة كبيرة جدا هيكون إضافة بجانب مستر باتريس كارتيرون في المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا أيضا مستر باتريس كارتيرون زي ما انتم عارفين وزي ما احنا بنعيد دايما ان هو احد المدربين المميزين جدا واللي قدر انه يحقق بطولات على المستوى القاري، سواء بطوله دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي وايضا بطوله السوبر الافريقي. فبالتالي ان شاء الله عنصرين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، المدرب او المدير الفني والمدرب العام، وان شاء الله بقيه الجهاز طبعا كلهم سواء كابتن سامي قمصان وبقيه اعضاء الجهاز كلهم ان شاء الله يكونوا اضافه كبيره جدا بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. ده كل ما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يخص بالنسبه لاي فريق قبل بدايه موسم كروي جديد، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله. زي ما احنا عارفين طبعا ان شاء الله تم تحديد يوم الاحد القادم هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبه للجهاز الفني بالكامل لتقديم طبعا مستر باتريس كارتيرون وبقيه اعضاء الجهاز الفني. مؤتمر ان شاء الله هيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهيكون يوم الاحد القادم. زي ما احنا عارفين اعضاء الجهاز الفني مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان مدرب مساعد، كابتن محمد يوسف زي ما احنا عارفين مدرب عام ومدير كوره، مستر ليندمان طبعا مخطط الاحمال وبيساعده حسين عبد الدايم، وايضا كابتن مصطفى كمال طبعا كمدرب لحراسه المرمى. لكن بالتحديد عايز اتكلم على الكابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال، وهم يمكن كوادر جديده بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي اعتاد عليه جمهور النادي الاهلي من خلال النادي ان يكون في كوادر جديده بالنسبه للنادي تقدر ان هي تضيف ل الفترة الجاية بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وده شيء يمكن جيد وننتظر منهم الكثير إن شاء الله في الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي. بما أننا بنتكلم عن الفريق الأول واللي بيستأنف تدريباته النهاردة بعد انتهاء المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وزي ما قلنا كانت في الإسكندرية وانتهت أول امبارح، فبالتالي امبارح كان اجازه بالنسبه للفريق. النهارده الفريق استأنف تدريباته في تمام الساعه 6 مساء عشان يستعد او يستكمل استعداداته لما هو قادم من مواعيد وتحديات مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي زي ما قلنا. عشان كده خلينا نروح بسرعه لزميلي محمد سعيد مراسل القناه للنادي الاهلي عشان يقول لنا كل التفاصيل وكل ما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واخر المستجدات كمان في مران الفريق النهارده. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير، اهلا بيك يا امير واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، التمرين لسه خلصان من حوالي نص ساعه. يعني كان تمرين عايز اقول كان قوي جدا وشهدت اكثر من اصابه للاسف، يمكن الالتحامات القويه وكله بيحاول يثبت اتو امام كارتيرو. عامل حاله من الحماس داخل التدريب، يعني في المران البدني يمكن تعرضت 7 شهور كده لاصابه خفيفه. سالت الجهاز احتمال بكره باذن الله ما ينزلش التدريب الصباحي، هيطمئنوا عليه بكره باذن الله. هل ايضا كمان تعرض لاصابه ويمكن يعني هيعمل اشعه، غالبا هيعمل اشعه عشان يتاكد من طبيعه الاصابه اللي تعرض لها احمد الشيخ. حتى كان عايز اقول لك كان في المكان يعني كان في يعني عايز اقول لك في باصات مساحات ضيقه وفي
يعني الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه تدريب فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه بيستخدم بالقوه. فاصابه الشيخ باذن الله بكره هنطمن من الجهاز الطبي طبيعتها ايه والاشاعه بكره ان شاء الله اذا عملها باذن الله هنطمن عليه. بخلاف ذلك كان في كدمات قويه عدد من اللاعبين لكن الحمد لله قدروا يكملوا سواء اسلام محارب او احمد ياسر ريان او جونيور اجاي او حتى باطل كله قدر يكمل التدريب. طيب محمد خليني بس في البدايه عايزين نعرف الطبيعه بتاعت اصابه سواء حسام عاشور او احمد الشيخ، هل وصلت لاي مستجدات بالنسبه للاصابات ولا لسه الاصابات مش واضحه هي عباره عن ايه؟ لا اصابه عاشور هي الدكتور يعني احتمال يعني يتم له النهارده راحه، في كدمه بس في الركبه لكن هيتم له راحه النهارده وبكره هيشوفه قبل التمرين هيقدر ينزل ولا محتاج ان هو يريح يوم كمان. تمام. شيخ خد خدمه قويه في رجليه في عند الركبه لكن بكره الاشعه هتبين بالظبط طبيعه الاصابه، هو الجهاز مش عايز يعلن الاصابه بالظبط ايه غير لما يطمن على حاله اللعيبه، يعني مش عايز يحدد تصنيفها او موقعها ايه بالظبط بالقدم غير لما يعمل اشعه بكره عشان يعرف هل الاصابه في الكدمه خواقف الركبه، هل في حاجه ثانيه عشان يعلنها بكره باذن الله. تمام. لكن بشكل عام الصوره كانت التمرين النهارده كان فيها قوه بدنيه كبيره جدا وتكتيك عالي جدا من الكارتيرون ووجود كمان باقي الجهاز الفني. كان في جزء بدني في اول ربع ساعه او 25 دقيقه من التمرين كان شغال في مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم وحتى كارتيرون وكابتن محمد يوسف نزلوا بعد 25 دقيقه من المراني البدني عشان يشتغلوا على الجزء التكتيك والشغل الفني مع اللعيبه. عمرو السليه انضم للمراني الجماعي النهارده، يمكن عمرو السليه من اللعيبه اللي غابت عن اخر تدريبات في برج العرب في المعسكر لكن النهارده انتظم في المراني الجماعي. باسم علي ايضا لسه بيأدي تدريبات تاهيليه. باقي اللعيبه الحمد لله في حاله جيده وفنيه كبيره جدا. لا يتبقى سوى الدوليين اللي الجهاز الفني اعطاهم راحه حتى 5/7 القادم، لكن الحمد لله يعني اللعيبه انهت التمرين بشكل جيد. المجموعه اللي موجوده النهارده هي المجموعه اللي ختمت المعسكر في برج العرب. بتتكلم عن مثلا 25 لاعب بالاضافه الى ثلاثي حراس المرمى واربع لاعبين من قطاع الناشئين لسه مستمرين في تدريب. يعني تم تقليص عدد الناشئين اللي كانوا متواجدين في معسكر الاسكندريه يا محمد. اتقلص وهم في اسكندريه، هو مش اتقلص النهارده، اتقلص من حوالي اربع خمس ايام في اسكندريه. تمام. التسعه والعشره اتقلصوا ونزلوا خلاص هيشتغلوا مع الكابتن عادل عبد الرحمن من الاسبوع الجاي. وابتدى التركيز على اربعه بس، يعني مصطفى شوبير متواجد مع حراسه المرمى مع علي لطفي ومع عمر رضوان. تمام. احمد حمدي وناصر ماهر وكريم نجم هم الثلاثي المتبقي فقط مع احمد ياسر ريان. عايز اطمنك كمان النهارده يمكن ناصر ماهر وضمن كل جمهور الاهلي بعد انضمامه للاهلي بعد انتهاء فتره الاستعاره كان بعيد تماما عن المشاركه نتيجه اصابه في مباراه نهائي كاس مصر. النهارده الحمد لله دخل في التدريبات الجماعيه وتواجد في التقسيمه الجماعيه واصبح جاهز للمشاركه في التدريبات خلال الفتره القادمه. اذا يعني الحمد لله اللعيبه اللي كانت بتتعرض لاجهادات او اصابات خلال الفتره الاخيره شفيت تماما ولا توقف سوى رامي ربيعه، وغدا باذن الله هنطمئن على حاله احمد الشيخ وحسام عاشور باذن الله. هو ناصر ماهر بالمناسبه كمان يمكن كان شارك في بعض التدريبات الجماعيه مع نهايه معسكر اسكندريه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد لعيب مهم ونتمنى له كل التوفيق. لكن مين مثلا اللاعبين اللي تالقوا خلال مران النهارده خصوصا يا محمد اللي انت بتقول لي ان كان في بعض كمان الجوانب التكتيكيه اللي ابتدى يعتمد عليها مستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني؟ بص الفكره النهارده يا امير في التمرين ما كانش تدريب على حراسه المرمى، المباراه النهارده كان مران في وسط الملعب بدون حراسه مرمى ما كانش فيها اهداف. بس هي الفكره تدريب كارتيرون مع اللاعبين على سرعه الباص على التحرك بدون كوره على الارتداد الدفاعي والاندفاع الهجومي. وده كانت اللعيبه بتحاول تاديه بشكل جيد جدا وكل واحد يحاول يثبت ذاته في قدرته على الباص السريع والتحرك بشكل جيد، فده اللي كان عامل حاله من الجري كتير داخل الملعب واصطدامات بين عدد من اللاعبين، لكن دايما كان الجهاز الفني بيحاول يهدي اللعيبه عشان محدش اتعرض لاصابه قويه او اي حاجه، لكن ما كانش تفوق بمعنى ان حد احرز اهداف، هي كانت الفكره في التنفيذ التكتيكي والتنفيذ الفني للجهاز الفني مع اللعيبه. تمام. البرنامج الخاص بالفريق يا محمد حتى موعد السفر وخصوصا ان احنا عارفين هيكون في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله قبل السفر للمعسكر الخارجي، البرنامج هيكون عباره عن ايه حتى موعد السفر؟ وايضا هل عندك اي معلومات بالنسبه للفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في المباراه الوديه؟ لسه ما تحددش الفريق اللي هيواجهه الاهلي، والاهلي لسه ما تحددش اليوم اللي هيلعب فيه الاهلي المباراه الوديه. تمام. هو كارتيرون بينطلق مباراه وديه قبل السفر باذن الله للسنه القادم الى سلوفينيا، لكن لسه ما تحددش موعد المباراه الوديه او اقامتها هتكون مع مين. حتى البرنامج هو لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها بكره المران هيبقى على فتره واحده الساعه 9 الصبح، لكن برنامج حتى ميعاد السفر برضه الجهاز الفني لسه هيرتبه، بس ده بيتوقف على اقامه مباراه وديه مع مين وهيبقى فين. حتى المباريات الوديه اللي هتكون في المعسكر الاوروبي هي هتبقى مباريات وديه في كرواتيا، يعني الاهلي هيتم معسكر في سلوفينيا وهيلعب في كرواتيا مباراتين وديتين. حتى بالزبط. اقامتهم مع مين حتى هذه اللحظه الجهاز الفني لم يعلن بشكل رسمي الفريق اللي هيلعب معاهم مباراه وديه سواء 5/7 او 9/7. تمام.
شكرا محمد. طبعا زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي اكيد بنشكره شكرا جزيلا عن كل هذه التفاصيل اللي قالها لنا عن مران الفريق اليوم، واللي يمكن تم طبعا استئناف المران في تمام الساعه 6 مساء، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في تدريباته واستعداداته زي ما قلنا للموسم الجديد. زي ما قال محمد كده في مباراتين طبعا وديتين، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه النهارده ان هيكون في مباراه يوم 5 ان شاء الله في كرواتيا، ومباراه اخرى يوم 9 في كرواتيا ايضا قبل تحرك الاتوبيس وعودته سالما ان شاء الله لمصر وللقاهره بالتحديد. كنا بنتكلم عن مؤتمر صحفي، ويعني ممكن يكون في مفاجاه ان شاء الله يوم المؤتمر الصحفي، لسه مش اكيد، ممكن يكون في اعلان عن احدى الصفقات اللي ممكن النادي الاهلي يضمها خلال المرحله المقبله. يمكن الكلام كتير بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والتدعيمات الخاصه بالفريق، وخصوصا ان يمكن النادي الاهلي ما تعاقدش غير مع احمد علاء مدافع الداخليه، بالاضافه لعوده بعض المعارين سواء احمد الشيخ، مؤمن زكريا، ناصر ماهر. لكن يعني خلينا نقول لكل جمهور النادي الاهلي ان مش هيكون في تعاقدات كتير بالنسبه للفريق خلال الموسم ده، يعني بأقصى تقدير ممكن لاعب أو اثنين بالكتير جدا، والنادي الأهلي شغال في الفترة دي في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين على أمل ضم إحداهما أو كلاهما خلال الفترة المقبلة. فأكيد عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي بالنسبة للصفقات، وخصوصا الفريق مليان باللاعبين المميزين جدا واللي على مستوى عالي. طبعا زي ما احنا عارفين دايما النادي الأهلي بيبقى عنده أحسن لعيبة وأحسن قايمة في مصر كالعادة، فبالتالي أكيد كلنا إن شاء الله مطمنين بشكل كبير جدا على الفريق واستعداداته وعلى تدعيماته كمان للفترة المقبلة، واللي هتكون على حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة مستر باتريس كارتيرون. لسه مستمرين مع النادي الأهلي ومع الجهاز الفني وبتحديد الكابتن محمد يوسف، واللي فرض حظر إعلامي على كل لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من المباراة الثانية أمام فريق تاون شيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 27 في مباراة الذهاب أو مباراة الجولة الثالثة بالتحديد في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، هتكون يوم 17 في مدينة برج العرب واستاد برج العرب. مباراة العودة ومباراة الجولة الرابعة إن شاء الله هتكون أيضا أمام فريق تاونشيب في بوتسوانا، هتكون يوم 27. كابتن محمد يوسف فرض حظر إعلامي صارم جدا على لاعبي النادي الأهلي لمزيد من التركيز ومزيد من الجدية، وخصوصا إن إحنا زي ما قلنا الاستعدادات مهمة جدا والتركيز ضروري جدا بالنسبة للنادي الأهلي، علشان البداية يمكن مش موفقة شوية، إن شاء الله يتم تدارك هذه الأمور من خلال المباراتين دول، ويقدر النادي الأهلي إن هو يحصد 6 نقاط هيكونوا مهمين جدا 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 في مشواره في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم بقى إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يواصل هذا المشوار الأفريقي الهام. وإحنا عارفين النادي الأهلي يمكن ما حلفوش التوفيق في الموسم المنقضي، وقدر أو للأسف خسر في المباراة النهائية أمام فريق الوداد، تعادلنا في برج العرب 1-1 وخسرنا في مباراة الإياب في المغرب بنتيجة 1-0. لكن ان شاء الله نتمنى ان التوفيق ان شاء الله يحالف لاعبي النادي الاهلي والفريق خلال هذا الموسم، ويقدروا يحصدوا هذا اللقب التاسع الهام جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت كل الاخبار اللي بتخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي. طبعا هنروح لاخبار اخرى وبعض الاخبار الخاصه بقطاع الناشئين، وكتير طبعا دلوقتي بيتساءل عن مواعيد الاختبارات الخاصه بناشئي النادي الاهلي، خصوصا ان هو اكيد حلم لكل اللاعبين وكل الشباب ان هم ينضموا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي املا في استكمال المشوار الطويل في كره القدم والتالق، وطبعا حمل تيشيرت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي، وده بيبقى اكيد حلم بالنسبه لكل المصريين وكل الاشبال والناشئين اللي بيتمنوا ان هم ينضموا للنادي الاهلي. فبالتالي متوقع ان يكون في عدد كبير جدا بالالاف يكونوا متواجدين في اختبارات النادي الاهلي في مختلف الاعمار السنيه الخاصه بقطاع الناشئين. خليني اقول لكم التفاصيل بالظبط، ويمكن كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني اعلن عن تخصيص ايام السبت والاحد والاثنين المقبلين للمرحله السنيه 2006 2007 2008 2009. الاختبارات هتبتدي زي ما قلنا يوم 30 ان شاء الله من الشهر ده، وهتستمر حتى يوم الخميس ان شاء الله مع الشهر المقبل او مع بدايه مع نهايه الاسبوع بالتحديد. يبقى يوم السبت والحد والاثنين المقبلين هيكون مواليد 2006 و2007 و2008 و2009، وايضا هيكون ايام الثلاث والاربع والخميس المقبلين ان شاء الله هيكون المرحله السنيه 2002 و2003 و2004 و2005، وايام السبت والاحد والاثنين الموافقه يوم 7 و8 و9 من شهر المقبل هتكون الأهلي في مدينة
نصر والشيخ زايد، يمكن شهدت اقبال كبير زي ما قلنا، وهتم اغلاقها او هتنتهي يوم الخميس المقبل. نتمنى الكل الناشئين او كل من يرغب في الانضمام للنادي الاهلي. النهارده كان اخر يوم للاستمارات، طبعا النهارده الخميس زي ما احنا عارفين كان اخر يوم للاستمارات بالنسبه للنادي الاهلي، وشهدت اقبال كبير جدا. نتمنى لكل الراغبين في الانضمام للنادي الاهلي واثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق، وان احنا نكتشف عدد كبير من اللاعبين يكونوا اضافه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومن ثم ان شاء الله مع مرور الاعوام اضافه كبيره للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وخصوصا ان خلاص الامال دلوقتي بقت عند البعض كبيره في الانضمام للنادي الاهلي، وخصوصا ان احنا بنشوف عدد كبير جدا من قطاع الناشئين في النادي متواجد في الفريق الاول على مدار السنوات الماضيه بشكل كبير جدا. لو جينا اتكلمنا شيف اكرامي، الشناوي، دول نتاج قطاع الناشئين للنادي الاهلي، وبنتكلم عن حراسه المرمى سعد سمير ايضا نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بعض اللاعبين حسام عاشور، حسام غالي كمان احد القيم الكبيره جدا في صفوف النادي الاهلي، مؤمن زكريا، العديد والعديد من لاعبي النادي الاهلي اللي قدروا يمثلوا الفريق الاول بشكل جيد جدا. في الامال اكيد كبيره جدا عند البعض ان شاء الله ان هم ينضموا لصفوف النادي الاهلي خلال الفترات المقبله من خلال الاختبارات. طبعا دي كانت اخبارنا عن النادي الاهلي، لكن طبعا هنكمل اخبارنا ونتكلم عن وزاره الشباب والرياضه، وطبعا الوزير اشرف صبحي واللي قال ان مفيش اي تدخل او لا يحق كمان للوزاره التدخل في اقاله اتحاد الكره المصري. زي ما احنا عارفين الكلام يمكن كتير بعد خروج منتخب مصر من كاس العالم، يعني كان عندنا امال كبيره جدا ان المنتخب يحقق نتائج جيده، مش هقول افضل من كده لان للاسف ما فيش اصلا نتائج. احنا خسرنا الثلاث مباريات بشكل مؤسف جدا باداء مغزي جدا بالنسبه للمنتخب الوطني الاول. فبالتالي زي ما احنا عارفين امبارح كمان كان في مؤتمر للمهندس هاني ابو ريده، مؤتمر يمكن ما كانش قوي قوي، يعني كنت موجود هناك الدنيا يعني ما طلعناش بكلام مفيد او كلام مهم او يكون اضافه حتى او يكون يصبر شويه الجمهور المصري. لكن بشكل عام الوزاره ملهاش الحق خالص ان هي تتدخل في اقاله اتحاد الكره. الحل الوحيد لرحيل اتحاد الكره ان هم يقدموا استقالتهم، مفيش حل تاني، لان لو تم التدخل الحكومي واللي بيتمثل في وزاره الشباب والرياضه باقاله اتحاد الكره هيكون تدخل حكومي، وده طبعا طبقا للوائح الفيفا يعتبر مخالف وممكن يؤدي لايقاف النشاط الرياضي في مصر، وشفنا امثله كده زي كده كتير، ويمكن كان ابرزها الكويت اللي كان عندها مشكله كبيره جدا بالنسبه للتدخل الحكومي، وتم ايقاف النشاط في الكويت طبعا لمده 3 سنوات، وعادوا مؤخرا يمكن كانت اول مباراه ليهم مباراه وديه امام منتخب مصر انتهت 1-1. فبالتالي يعني ننسى خالص ان يكون في تدخل من وزاره الشباب والرياضه في اقاله اتحاد الكره، الناس هم ادرى بامورهم، هيقدروا ان هم يحققوا طموح الشعب المصري. نتمنى ان هم يكون عندهم قدر من المسؤوليه كبير ان هم يحققوا طموح الشعب المصري خلال الفتره الجايه، ويقدروا ان هم ان شاء الله يضعوا خطه مناسبه جدا للمنتخب الوطني، واللي بتكون بدايه من الناشئين، المنتخبات الناشئين المختلفه، ده يكون الاساس بالنسبه لهم عشان يوضعوا خطه مهمه جدا بالنسبه للمنتخبات الوطنيه المختلفه، املا في الوصول لكاس العالم والمونديال 2022. وده الهدف، مش عايزين نكتفي بس بان احنا وصلنا كاس العالم بعد غياب 28 سنه في روسيا 2018، خرجنا بشكل سيء، لكن الاهم ان احنا نشتغل، ان احنا نفكر في المستقبل ونفكر ازاي نخطط للتاهل لكاس العالم 2022، وعندنا تحديات اخرى طبعا لعل ابرزها بطوله الامم الافريقيه، واللي يمكن برضه خسرنا في النهائي البطوله اللي فاتت. نتمنى ان شاء الله ان يكون في تركيز كبير جدا من اتحاد الكره، هيقدروا ان شاء الله ان هم يركزوا وكده، نتمنى لهم كل التوفيق ويكملوا، لكن مش هيقدروا او بالنسبه لهم الامور صعبه، نتمنى ان هم اللي يقدموا استقالتهم عشان نشوف حد او يكون متواجد حد على قد المسؤوليه ويقدر ان هو يساند المنتخب ويقدر ان هو يأهل المنتخب لكل التحديات اللي بيتمناها الجمهور المصري، وايضا في اختيار كمان مدير فني قوي وجيد يكون المنتخب الوطني خلف المستر هيكتور كوبر، واللي يمكن يعني رغم الاداء السيء اللي كان بيقدمه مع منتخب مصر، لكن الراجل قدر بصراحه ان هو يوصلنا او يرجعنا في البدايه كمان لبطوله الامم الافريقيه بعد غياب 3 مواسم، وايضا التاهل لنهائي هذه البطوله وخساره في النهائي امام الكاميرون في هذا التوقيت، وايضا كمان قدر ان هو يرجعنا لبطوله كاس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 سنه، فاكيد الراجل بنشكره شكرا جزيلا، لكن اتمنى ان شاء الله ان يكون في مدير فني قوي ومدير فني قادر على تحسين الاداء الخاص بمنتخب مصر خلال الفترات المقبله، ويحقق كل الاهداف اللي بيتمناها الجمهور المصري بشكل عام.
بالنسبة لبعض الأخبار المحلية واللي بتخص بعض الفرق في الدوري المصري، وأكيد كله دلوقتي بيستعد بشكل قوي جدا لبداية الموسم الجديد، وكله عنده أمال كبيرة في تحقيق بعض البطولات اللي تبدو صعبة بالنسبة للبعض في ظل طبعا تواجد النادي الاهلي كالعاده، واللي بيقدر يحقق بطوله الدوري بشكل مستمر، وايضا المنافسه القويه على بطوله كاس مصر وايضا بطوله السوبر. لكن نبتدي بنادي المصري واللي طلب التعاقد مع ثنائي النادي الاهلي. النادي المصري يمكن قدم عرض للنادي الاهلي في التعاقد مع كل من صبري الرحيل وعمر بركات، لسه الامور ما حسمتش بشكل كبير، لكن هم بيتمنوا ان هم يضموا صبري الرحيل، لاعب اكيد مميز في صفوف النادي الاهلي، وفي عده انديه اخرى غير المصري بيتمنوا ان هم يضموا صبري الرحيل، ويمكن ابرزهم كمان فريق الاتحاد السكندري واللي قدم ايضا عرض بالنسبه للنادي الاهلي، لكن لسه ما تمش البت في العروض المقدمه لبعض اللاعبين، وايضا بيتمنوا او بيحاولوا ان هم يضموا عمرو بركات لاعب النادي الاهلي. ايضا في كمان بالنسبه للنادي المصري البورسعيدي عرض جالهم يعني طبعا بالنسبه للاعب احمد جمعه مهاجم الفريق مقابل 3 مليون دولار، ويمكن هم بيفكروا لسه في العرض ده وهيشوفوا هل هيتم الموافقه على استغناء عن احمد جمعه. هو بالمناسبه لاعب جيد جدا ومهاجم وهداف جيد جدا، خصوصا في ظل يعني نظرة المهاجمين في الفترة الحالية في الدوري المصري، وده اللي يمكن أثر بالسلب بشكل كبير جدا على المنتخب المصري في مختلف التحديات. يمكن الأهداف كلها بنحرزها ما كانش فيه مهاجم صريح اللي بيحرز الأهداف، فبالتالي أحمد جمعة أحد المهاجمين الجيدين جدا، واللي يمكن جاله عرض طبعا سعودي للانضمام لإحدى الفرق السعودية مقابل 3 مليون دولار، وهيتم البت بالنسبة لفريق نادي المصري في هذا العرض. لسه مستمرين مع الأخبار المحلية وبالتحديد نادي الاتحاد السكندري، ويمكن أنهى الموسم الماضي بشكل أكثر من رائع وقدر أن هو يعني ينهي الموسم بشكل جيد. يمكن كابتن محمد عمر المدير الفني واللي كان منقذ بالنسبة للفريق الموسم اللي فات يعني بيقول أن المغالاة المالية هي سبب في فشل انضمام العجان للاتحاد السكندري. مؤيد العجان طبعا لاعب نادي الزمالك يمكن كلنا عارفينه، أحد اللاعبين المميزين، ويمكن باك شمال لاعب جيد طبعا. أكيد كابتن محمد عمر كان بيرغب في انضمام هذا اللاعب لفريق الاتحاد السكندري، لكن المغالاه الماليه بالنسبه لنادي الزمالك يمكن كانت عائق لهذه الصفقه. واكيد ايضا زي ما قلت لكم هم عايزين صبري الرحيل فريق الاتحاد السكندري، وارسلوا عرض للنادي الاهلي، منتظرين رد لجنه الكره بالنادي الاهلي. لكن خليني اقول لكم ان صعب الاستغناء عن صبري رحيل، وخصوصا ان هو احد العناصر المتواجده في القائمه الافريقيه خاصه بالنادي الاهلي، وتم قيده في القائمه، فاعتقد هيبقى صعب شويه النادي يستغني. احنا كنا بنتكلم عن المنتخب المصري طبعا الفريق الاول المنتخب المصري، كابتن ربيع ياسين يمكن صرح وقال المنتخب الوطني افتقد العامل النفسي. كابتن ربيع ياسين طبعا احد اللاعبين الكبار واللي شارك اكيد في مونديال 90 وقيمه وقامه كبيره جدا في الكره المصريه، وكان لي راي في هذه الجزئيه الخاصه بمنتخب مصر والاداء السيء في مونديال روسيا 2018. معانا طبعا في هذه اللحظات كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع مساء الفل عليك. اهلا يا امين، صحتك حبيبي، منور دايما، موفق دايما، ربنا يخليك كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام حبيبي بفضل الله، كله تمام حبيبي طبعا، ربنا يخليك كابتن. يمكن في تصريح لحضرتك ان المنتخب الوطني افتقد العامل النفسي، عايز اعرف رؤيه حضرتك للاداء السيء او الاداء المخزي اللي ظهر عليه المنتخب الوطني في بطوله كاس العالم، ويمكن ما كانش البعض يتوقع هذا الاداء السيء، وكان في امال ان يكون في اداء افضل من كده ونتائج احسن من كده كمان، ويمكن الامال وصلت كمان المنتخب ممكن يوصل لدور ال 16 من بطوله كاس العالم. تقييمك بشكل عام للثلاث مباريات اللي لعبهم المنتخب الوطني الاول في روسيا كابتن ربيع. طبعا كنا نعمل امير ان احنا نقدم عروض افضل، ان ربنا يكرمنا نواصل للدور اللي بعد كده، ان احنا عندنا فرقه كويسه ويكون عندنا مدرب عنده خبره كبيره جدا، وعندنا منظومه يعني الحمد لله اتحاد كوره بيقدم كل الدعم وكل المساند، جمهور عظيم قدام حياتك، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في مجموعه انا اعتقد مش هتتكرر ابدا. اتوقع في مجموعه كاس العالم بالشكل ده طبعا توقعنا الكثير، لكن انا من وجهه نظري ان احنا فشلنا فنيا يا عميد، فنيا رقم واحد، نفسيا طبعا جانب الناس ده مهم جدا، ثم بعد كده
على المستوى الفني في ال 270 دقيقه في الثلاث مباريات يا امير مفيش حاجه خالص. بالظبط كانت مفاجاه غير عاديه، انك لا في جانب بدني ولا في جانب مهاري ولا في جانب خططي ولا في جانب نفسي ولا في تطوير في اي لحظه من اللحظات خلال سير المباراه الفني. على المستوى الدفاعي تمام. على المستوى الهجومي الفردي والجماعي، يعني المستوى الفردي بص يا امير بيخطا. الامامي ده بتاعنا يا امير في اخطاء كثيره جدا، وحذرنا وقلنا خلي بالكم من العرضيات، خلي بالكم من الركنيات، خلي بالكم من الثوابت، خلي بالكم من العمق، العمق ده خلي بالك ما فيش مع ان في اثنين خبره علي جبر وحجازي. بالظبط. تيجي بعد كده يا امير انت عشان اطور واوصل اسجل هدف بيبقى في مجموعه من الخطوات الفنيه المدرب بيتفق مع اللعيبه فيها يا امير. التمرير، التحرك، خد بالك الباص، التمرير الامامي، المسانده، الجاري، خد بالك الزياده العدديه، حاجات كثيره جدا احنا ما كنا بنفتقد الشخصيه الهجوميه يعني. فعشان كده قلت احنا محتاجين مدرب منتخب، مدرب اجنبي كبير يا امير، كبير في فنيات. اجنبي يا كابتن، انا حضرتك مع المدرب الاجنبي مش المدرب الوطني الفتره الجايه. يا امير خلي بالك انا مدرب وعارف، احنا محتاجين مدرب عبقري يا امير، عبقري. لو عندنا مدرب مصري عبقري زي جوهري يجي على المستوى. تمام. فانا بتكلم بصراحه والله يعني. فربنا يوفق ونبص لبكره ونبص بقى ل 22 ان شاء الله، وربنا يوفق يا رب ان شاء الله يتعب. يا رب ان شاء الله. طب حضرتك شايف الاسباب الرئيسيه في المستوى ده بخلاف الناحيه الفنيه، هل المدير الفني المسؤول الاول على المستوى ده لكن ولا كمان الاجراءات التنظيميه الخاصه بمنتخب مصر فيما يخص المسافات البعيده اللي قطعها طبعا المنتخب خلال الثلاث مباريات ده برده جانب اعتقد مهم يا كابتن ربيع. يا امين انت عندك واحد مدرب كبير اسم كبير وراجل عنده خبرات كبيره جدا يا امين، ما ينفعش تضحك عليه كده، هو المسؤول طبعا اول واخير. تمام. انا النهارده رحت قبل كاس العالم وعرض عليا، وانت عارف نظام كاس العالم بياخدوك وبتشوف وبتتفق وبتختار يا امين. تمام. واخد بالك؟ وبعدين انت مش صغير، ده كبر، ده كبير وعنده خبرات واسم كبير جدا يا امين. هو المسؤول عن كل حاجه، هو المسؤول عن كل حاجه بوجهه نظري انا. مدرب عنده شخصيه جريء جدا بيواجه الناس، عنده نظام اداري صارم بيشرف عليه ونظام فني صارم بيشرف عليه. البطولة كبيرة دي ازاي دي؟ مع انفتاح بقى غير عادي، فلازم يلم الدنيا هو يا امير، هو المسؤول من وجهة نظري الأول والأخير عن كل اللي احنا فيه. طيب كابتن ربيع، بما ان حضرتك المدير الفني لمنتخب الناشئين الاول، منتخب الناشئين طبعا في الفتره الحاليه، من وجهه نظرك شايف ازاي يتم وضع اسس بدايه من الناشئين حتى المنتخب الاول عشان نظهر بشكل افضل من كده ونقدر ان احنا كمان نعود مره ثانيه للمشاركه في نهائيات كاس العالم وكمان المنافسه او نفضل ننافس كمان على البطولات الافريقيه بشكل كبير يا كابتن ربيع؟ بص يا امير، اول حاجه الاختيارات، اختار مدربين يعرفوا يتعاملوا مع الاعمار. مدرب 97 غير 99 يا امير، غير 2001 غير 2003، خد بالك. ثاني حاجه، حاجه اثنين، ان انت تختار الوقت، الوقت يبقى كبير اللي اشتغل فيه المدرب مع اللعيب. الوقت مهم جدا عشان صناعه اللاعب الدولي يا امير، مهم جدا 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 ومحتاج وقت ومحتاج فترات معينه يا امير. تمام. اوقات معينه ومساحات من الزمن عشان تقدر النهارده تشتغل معاه وتعد له كويس قوي، ادي حاجه. تعمل له احتكاك قوي مع المدارس المختلفه الافريقيه اللي النهارده اللي هي توسعت وتوغلت بشكل غير عادي، فني يا امير تقدمت بشكل غير عادي. طبعا انت بتقول ما بتدي الولد خلي بالك مساحات كبيره جدا في احتكاك مع مدارس مختلفه، الولد هيزيد يا امير ويبقى كويس. اربعه، ان انت تطلع اكبر عدد من المحترفين وسنه صغير يا امير، يطلع 2001 يطلع 2003 يطلع 99. يبقى عندك النهارده 30 40 50 واحد محترف تقدر النهارده تتاكد منهم وتجيب على الاقل 15 لعيب منهم وال10 محلي. مثلا يعني مثلا بلد. تمام. انك تعمل دوري قوي منتظم في الناشئين، دوري قوي، دوري جمهوريه. في ثلاث نقاط، واخد بالك؟ ده زي الدوري الممتاز بالظبط. اكيد. واخد بالك؟ وتعمل دوري حاجات كثيره جدا افكار ممكن تتوجد تتفكر انت عاوزه بامر الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين طبعا احد النجوم الكبار، بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله مع منتخب الناشئين وكل التوفيق بشكل عام خلال الفترات المقبله. ده كان كابتن ربيع ياسين احد نجوم النادي الاهلي المنتخب الوطني واللي شارك طبعا في مونديال 90 وكان ليه دور كبير جدا في هذا المونديال. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ان شاء الله بقيه اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي.
نجدد التحيه طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. سريعا عشان الوقت يمكن بيداهمنا شويه، يعني خلينا نتكلم عن كاس العالم والنتائج الخاصه بهذه البطوله المثيره جدا واللي يمكن فيها مفاجات عديده جدا كمان، ويمكن ابرزها كمان المنتخب الالماني بالامس كاخر مجموعته، وده يمكن كانت مفاجاه طبعا بالنسبه لكل جمهور الكره في العالم، وخصوصا ان هو كان حامل اللقب. النهارده ايضا يمكن اخر المنتخبات الافريقيه، منتخب السنغال خرج من الدور الاول بعد يمكن الامال كانت عليه كبيره جدا في الصعود وتمثيل افريقيا بشكل افضل من كده، لكن بعد ما قدروا ان هم يفوزوا في اول مباراه ويتعادلوا في المباراه الثانيه خسروا النهارده امام كولومبيا بنتيجه 1-0. جون يمكن جه في وقت متاخر شويه تقريبا دقيقه 75 احرزه ياري مينا طبعا لاعب برشلونه، وبالمناسبه كمان ما بيلعبش مع برشلونه خالص، لعب اخر مباراه في الدوري او حاجه، لكن ثاني هدف ليه بنفس الطريقه جامب عالي من ركله ركنيه قدروا يحرز هدف الفوز بعد ما كان الامور عكسيه شويه. يعني كان المنتخب الكولومبي هو مع بدايه البطوله كان الامور بالنسبه له صعبه وما قدرش ان هو يحقق نتائج جيده، لكن مع المباراة الأخيرة المباراة الثالثة قدر أن هو يفوز على السنغال عشان يبقى عنده كمان أربع أو ست نقاط كمان، قدر أن هو يفوز في مباراتين سواء على كولومبيا أو السنغال حقق ست نقاط وتأهل برفقة اليابان كتاني المجموعة. وبالمناسبة يعني اليابان عندها أربع نقاط من ثلاث مباريات، السنغال عندها أربع نقاط من ثلاث مباريات، عدد الأهداف اللي أحرزت للمنتخبين نفس العدد، عدد الأهداف اللي استقبلت أيضا نفس العدد. يمكن السنغال واليابان ليهم كل منتخب ليه اربع اهداف واستقبل ايضا اربع اهداف، لكن تم اللجوء لعدد البطاقات الصفراء. المنتخب السنغال استقبل او يعني خد ست بطاقات صفراء في المقابل منتخب اليابان خد اربع بطاقات صفراء، وده اللي يمكن كان المرجح او اللي رجح كمان كفه اليابان في الصعود كثاني مع مجموعه في هذه البطوله وهذه المجموعه طبعا بالتحديد مجموعه اتش. ويمكن مبدا الفير بلاي ده شيء يمكن ايجابي جدا في الحصول على البطاقات الصفراء او الحركات والبطاقات الحمراء كمان، ويمكن اول مره يحصل هذه الجزئيه في كاس العالم بشكل عام واول مره في البطوله دي كمان بالتحديد. فللاسف السنغال خرجت برفقه بولندا طبعا رابع هذه المجموعه، واللي قدر يفوز النهارده على اليابان بنتيجة 1-0 وأحرز ثلاث نقاط، فبالتالي للأسف السنغال ما قدرتش تكمل في هذه البطولة. يمكن دي كانت أبرز النتائج النهاردة. خليني أقول لكم أن في هذه اللحظات كمان في مباراتين، آخر مباراتين في دور الـ 32 في بطولة كأس العالم، مباراة إنجلترا وبلجيكا، ويمكن النتيجة حتى الآن 0-0، وأيضا مباراة تونس وبنما، وللأسف أيضا بنما متقدمة بنتيجة 1-0 أحرزه اللاعب خوسيه لويس رودريجيز طبعا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. وأيضا يمكن في هذه اللحظات كمان هدف طيب هم بيقولوا لي دلوقتي ان الجون اللي احرز مش خوسيه لويس رودريجيز، لكن ياسين مرياح هو اللي احرزه في مرماهم. يعني الحظ سيء جدا بالنسبه للمنتخبات العربيه بشكل عام، والاهداف اللي بتستقبل في مرمانا من نفسنا كمان سواء منتخب مصر منتخب المغرب شفنا امام ايران وايضا اخيرا كمان منتخب التونسي. يمكن الامور في بطوله كاس العالم مش جيده بالنسبه للمنتخبات العربيه وايضا المنتخبات الافريقيه بشكل عام. خليني اقول لكم المباريات اللي هتكون في دور ال 16 حتى الان. يمكن الارجنتين وفرنسا هتكون مباراه قويه جدا، الموعد ان شاء الله يوم 30/6 الساعه 4 عصرا، وايضا مباراه اخرى هتكون ايضا قويه جدا ما بين الاورجواي والبرتغال هتكون في نفس اليوم الساعه 8 مساء، وده بعد ما تحدد خلاص اول وثاني كل مجموعه ما عدا المجموعه الاخيره واللي بتلعب مباراتها حتى الان واللي تاهل منها رسميا انجلترا وكولومبيا. لكن يوم الأحد إن شاء الله يوم 1/7 هيكون مباراة أسبانيا وروسيا في تمام الساعة 4 عصرا، وأيضا مباراة كرواتيا والدنمارك في تمام الساعة 8 مساء. يمكن كرواتيا عملت بطولة حتى الآن أكثر من رائعة وقدرت أنها تحرز 9 نقاط من 3 مباريات بشكل جيد جدا، وخصوصا عندها بعض اللاعبين المميزين سواء راكيتيتش مودريتش بيرزيتش بعض اللاعبين كوفازيتش كمان بعض اللاعبين المهمين جدا بالنسبة لمنتخب كرواتيا واللي رجحوا كفتهم في كل المباريات الآن.
ايضا يوم الاثنين ان شاء الله يوم 2/7 هتكون مباراه البرازيل والمكسيك اللي هتكون صعبه نسبيا على المنتخب البرازيلي في ظل الاداء الجيد من منتخب المكسيك. هتكون المباراه في الساعه 4 عصرا. في نفس اليوم مباراه انجلترا واليابان في حال انتهاء المباريات بنفس النتيجه حتى الان في تمام الساعه 8 مساء. ويوم الثلاث هيكون السويد وسويسرا في تمام الساعه 4 مساء. ويوم الثلاث ايضا هتكون كولومبيا وبلجيكا في تمام الساعه 8 مساء. دي مباريات كاس العالم اللي هتكون في دور ال 16 من هذه البطوله اللي بتشهد يمكن نديه وقوه واداء فني كبير جدا بالنسبه لكل المنتخبات اللي بتشارك ما عدا المنتخبات للاسف المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه في هذه البطوله رغم الاداء الجيد نسبيا بالنسبه للمنتخب النيجيري وايضا المنتخب السنغالي قبل خروجهم بشكل رسمي. خلينا نقول ايضا بعض الاخبار السريعه الخاصه بكاس العالم. يمكن ملك اسبانيا يؤازر منتخب بلاده في مواجهه روسيا. زي ما احنا عارفين مباراه اسبانيا وروسيا هتكون مباراه قويه جدا لكن كفه اسبانيا هي الارجح وخصوصا ان اسبانيا فريق قوي جدا زي ما احنا عارفين. والمنتخب الروسي يمكن المجموعه هي اللي ساعدته ان هو يصعد لدور 16. منتخب مش قد كده لكن سوء اداء المنتخب السعودي والمنتخب المصري هو اللي اعطاه الأفضلية في التأهل لدور ال 16. فبالتالي الملك فليبي السادس ملك أسبانيا هيكون متواجد في مباراة دور ال 16 ما بين أسبانيا وروسيا. لسه بوتين طبعا بيتمنى أن هو يكون متواجد لكن لسه الأجندة بتاعته لسه ما تمش تحديد هل هيكون أيضا متواجد في هذه المباراة ولا لا. اخر خبر معانا وهو يخص لوف طبعا المدير الفني للمنتخب الالماني واللي يمكن حقق انجازات كبيره جدا مع هذا المنتخب. قدر يفوز بكاس العالم، قدر يفوز بكاس القارات، اكيد انجازات كبيره جدا قدر يحققها هذا المدرب الالماني بشكل جيد. لكن مؤخرا خروجهم من الدور الاول من بطوله كاس العالم كان مخيب للامال بالنسبه لكل الجماهير او كل الشعب الالماني. خرجوا بشكل سيء جدا، احتلوا المركز الرابع، خسروا اول مباراه بشكل مؤسف امام المكسيك. المباراه الثانيه فازوا بالعافيه على السويد بنتيجه 2-1 والمباراه الثالثه خسروا من كوريا الجنوبيه في الوقت بدل الضايع مع نهايه المباراه بنتيجه 2-0. كان جون في الدقيقه 92 وجون في الدقيقه 96. فطبعا الاداء كان مخيب للامال جدا بالنسبه للمنتخب الالماني اللي كان مرشح بشكل كبير جدا للمنافسه على بطوله كاس العالم هذا العام وخصوصا ان هو بيضم العديد والعديد من العناصر. فبالتالي لوف يمكن الامور بالنسبه له هتكون صعبه شويه. هو عنده عقد ممتد لحتى عام 2022 وبطوله كاس العالم في 2022 لكن ممكن يكون في كلام على رحيله خلال الفتره المقبله في ظل الاداء السيء اللي اداه في بطوله كاس العالم وايضا في ظل كمان عدم يعني استدعائه لثاني طبعا احد اللاعبين المميزين جدا في صفوف مانشستر سيتي. وكانت مفاجاه قبل البطوله عدم تواجد ثاني في بطوله كاس العالم. واكيد هيكون في كلام كتير جدا على يوهاكيم لوف خلال الفتره المقبله. مش عارفين هيكمل ولا لا لكن الاتحاد الالماني واكيد هيفكر في هذه الجزئيه اشوف ايه الاصلح بالنسبه لهم خلال الفتره المقبله. دي يمكن كانت اخبارنا النهارده وده كان اخر خبر معانا. اتكلمنا طبعا عن كل ما يخص النادي الاهلي والفريق الاول وايضا بعض الاخبار المحليه والاخبار العالميه الخاصه بكاس العالم. اكيد نتمنى نكون موافيناكم بكل الجديد في اخبار البطولات العالميه وتحديد بطوله كاس العالم اللي تجرى في هذه الفتره. واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال معسكره الخارجي واستعداده للموسم الجديد ان شاء الله ويقدر ان هو يعود في بطوله افريقيا ويؤدي اداء اكثر من رائع عشان ينافس على هذه البطوله وأيضا بخلاف البطولات المحليه سواء بطوله الدوري وبطوله كاس مصر وايضا بطوله السوبر. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. ده كان اخر خبر معانا. تصبحوا على الف خير.